بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. مع الآيات الكريمة من سورة الحاقة، من الآية الأولى إلى الآية الثامنة، فلننتبه. موضوع هذه الآيات الكريمة بيان في حقيقة يوم القيامة وعقوبة الأمم المكذبة به، والأمثلة القرآنية تحيي في الخيال البشري نتائج أعمالنا مسبقا. بيان في حقيقة يوم القيامة وعقوبة الأمم المكذبة، والأمثلة القرآنية تحيي في الخيال البشري نتائج أعمالنا مسبقا. عنوان مختصر للآيات الكريمة: بيان في حقيقة يوم القيامة وعقوبة الأمم المكذبة. حقيقة يوم القيامة وعقوبة الأمم المكذبة، هذا عنوان مختصر لهذه الآيات إن شاء الله تبارك وتعالى، حتى نستطيع عندما أقول اقرأ الآيات التي تتكلم عن حقيقة الدنيا وعقوبة الأمم المكذبة من سورة الحاقة، تعلم أن الآية الأولى إلى الثامنة هي التي تتكلم عن ذلك. شرح الآيات أولا قبل التكرار: بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة، يعني يذكر الله سبحانه وتعالى ساعة البعث التي تحق على الجميع. ما الحاقة؟ ثم يعظم أمرها سبحانه وتعالى بهذا السؤال، يعني أي شيء هي الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ وما أعلمك ما هذه الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة، يعني كذبت ثمود وقوم صالح عليه السلام، وعاد قوم هود عليه السلام بالقيامة التي تقرع الناس من شدة أهوالها. يا رب سلم. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، فأما ثمود فقد أهلكهم الله سبحانه وتعالى بالصيحة التي بلغت الغاية في الشدة والهول. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، وأما عاد فقد أهلكهم الله سبحانه وتعالى بريح شديدة البرد قاسية بلغت الغاية في القسوة عليهم. يا رب سلم. سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. أرسلها الله سبحانه وتعالى عليهم مدة 7 ليال وثمانية أيام تفنيهم عن بكرة أبيهم، فترى القوم في ديارهم هلكى مصروعين في الأرض كأنهم بعد إهلاكهم أصول نخل ساقطة على الأرض بالية. فهل ترى لهم من باقية؟ فهل ترى لهم نفسا باقية بعد ما أصابهم من العذاب؟ فهل ترى لهم نفسا باقية بعد ما أصابهم من العذاب؟ هذه الآيات الكريمة فيها تنوع ما يرسله الله سبحانه وتعالى على الكفار والعصاة من عذاب، وهو دلالة على كمال قدرته وكمال عدله سبحانه جل وعلا. والآن مع تكرار الآية الكريمة نضع أيدينا على الكلمات، نشير بأيدينا أو بقلم أو بشيء، ونردد بصوت مسموع مع التغني، ونفكر ونشعر بهذه الآيات بوجداننا وبقلوبنا إن شاء الله تبارك وتعالى. عسى الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن العالمين به، العاملين به، الداعين إليه. اللهم آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة 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 ما الحاقة ما الحاقة ما الحاقة ما الحاقة 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 الحاقة
ما الحاقة وما أدراك 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 ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة 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 الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية 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 كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية 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 سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما 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 فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية 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 فهل ترى لهم من باقية 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 فهل ترى لهم من باقية
باقية فهل ترى لهم من 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 باقية بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية والآن بعد هذا التكرار تقرأ هذه الآية الكريمة عدد 50 مرة وتحفظ بأمر الله تبارك وتعالى والسؤال ما هي الفوائد العلمية والعملية من هذه الآيات الكريمة وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.